ما حكم حلق اللحية مع الشارب؟ أما حلق الشارب إنه مكروه خصوصا للشاب، وإنما المطلوب جز الشارب وإحفاؤه بدون حلق. وأما حلق اللحية فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإرخائها وإعفائها وإرسالها، ونهى عن مشابهة المجوس مشابهة المشركين في حلق اللحى. حلق اللحية حرام، وأما حلق الشارب فإنه مكروه، والمطلوب من المسلم جزه أو إحفاؤه بدون حلق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.